السلام عليكم خوتنا المشاهدين. الموضوع اللي غنهضروا فيه اليوم هو ديال اكرام بيلا نوفا ونوارة ومهند اللي كاملين دابا كاينين في تركيا، وحبيت نهضر عليهم في هذا الفيديو هذا حيت لاحوش لا فيديوهات وقالوا بزاف ديال الهضرة. الموضوع ديال اكرام بيلا نوفا كيفاش مشات لتركيا، كيفاش دوزات الفاكانسة ديالها، كيفاش دارت واحد المشكل اللي هو كبير وتهاجمات عليه. وبالنسبه للنواره غنهضروا حتى هي على الموضوع ديالها، على السكن مع ناسها، مع عجوزتها، مع لويسها، واش مرتاحه واش ما مرتاحاش. هذا الشيء اللي قالت في الفيديو ديالها غادي نشرحه معكم في هذا الفيديو هذا. اول وحده غنهضروا عليها هي اكرام بيلا نوفا. اكرام بيلا نوفا شفناها ماشيه لتركيا، كتحوس كتسارى كدوز فاكانس ديالها، بعد ما شفناها دوزت بزاف ديال المشاكل هي والزوج ديالها ومشاكل ديال المرض النفسي وبزاف السبيطار والضغوطات. اختارت باش تخرج هي والصديقه ديالها ويبدلوا شويه الجو وسافرت لتركيا. حتى لهنا الامور غاديه مزيانه، فيديوهات زوينين كتسارى كتورينا هنا زوين هنا زوين، فين تاكلوا فين كاينه البلاصه المزيانه. كيف ما شفناها هضرات على اللي ماشي تما لتركيا، كلشي داير سنان، كلشي داير نيوف، كلشي داير قنانف، قالت لك كلشي داير تجميل تما، مستحيل دوزي وما تشوفيش شي وحده دايره شي جبيره على نيفها، كلشي مقبص خلاتها هي. ولكن هادشي كله مزيان، كله ضحك، كله فكاهه. فين جات اخت اكرام وهي تفرش ديك الرحله ديالها او السفريه ديالها؟ هي انها دايزه كتسارى، بانت لها واحد الشوافه مشعويده اللي كاع كنعرفو بهاد اللغه هادي، واخا ما عندهم اسامي اخرين، قارئه الفنجان او قارئه الكارطه وهذاك الشيء، ولكن هي كتبقى شوافه. اخت اكرام الغلط اللي دارت انها مشات على ديك الانسانه وبارطاجات داك الشيء اللي قالت ليها بالضبط. قالت انا مشيت عند الشوافه في تركيا وسولتها، قلت لها اش غيوقع ليا في الحياه ديالي، قالت ليها اش بغيتي على الشوفي، حيت الشوافات كل وحده التخصص ديالها. قالت لها بغيت نشوف الحياه ديالي اش غيوقع فيها من هنا لقدام، وشكون اللي غادي يموت، واش انا ولا راجلي، شكون اللي غيموت قبل. قالت ليها كلشي، داكشي اللي خلى داك اللي فصحت عليه الشوافه قالت بينها وبينها. كملت السفريه، رجعت عند الزوج ديالها وهي تجلس كتعاود لي انا جدرت توصلت لهذه النقطه بالذات ديال الشوافه. قالت لي رانا مشيت شفت حياتنا، واش غادي تستقر، واش غادي نكملو، واش غادي نتفرقو. قال لي واشنو قالت لك؟ قالت لي بالله راه قالت لي ما عمركم غادي تفرقوا الا الموت هي اللي غتفرقكم. قال لها بصح الموت هي اللي غتفرقنا، ولا حتى تطلقتي مني راه غادي نربط لك. قالت هي ديك الكلمه استفزتها وبقات فيها، بانه الا مشات حتى شي نهار فكرات طلق منه راه غيقتلها. هادشي هو فاش لقات واحد الهجوم، قالوا لها الناس علاش كتامني بالشعواده، علاش كتمشي تشوفي المصير ديالك اشنو كاين، هذاكشي اللي يبقى بيد الله، ما كاينش الشرك، ما كاين حتى شي حاجه. هي ندمات، قالت انا علاش عارفاكم غادي تهاجموني، علاش غادي نقول لكم هادشي، حيت انا يا ما كنشد حتى شي حاجه في امي، ما كنخزن حتى شي حاجه. داكشي علاش بارطاجات، وقالت بانها مشات حوصات وسافرات وقالت مشيت عند الشوافه. حقيقه هاجمت بزاف على هذا الامر هذا، الله يعفو والله نتمنى وما تمرش واحد رساله خاطئه، وكلشي غينوض يقلدها ويقول علاش اكرام مشات عند الشوافه، نوضوا حنا كاملين نمشيو عند الشوافه، حيت عرفنا هي واحد المؤثره عندها متابعين اكثريه نساء. كلشي غينوض يمشي يشوف الحياه ديالو ويقول راه دارت اكرام بيلا نوفا. كنقول لك اختي هادشي غلط اللي درتي، وهذا المرض ديال الشوافه ما كانش عليك دوزيه في الفيديو ديالك لهنا وخلى داك الصوب. بالنسبه للنواره حتى هي كيف ما شفناها بعد ما كانت عايشه في دبي انتقلت تعيش في تركيا، ومن مشات وهي كتقلب على دار وما لقاتش، وحاليا جالسه مع ناسها، مع عدايزها، مع طفلاتها، مع واخا طفلاتها قالت مزوجات كيجيو هنا يجلسوا باليومين بثلاث ايام. كيف ما شفنا السيده تقهرات وتهدات، ولات كتضل واقفه كتفيق مع 6 ديال الصباح، خاصه طيب هذا، خاصه تفطر هذا،
واحد السيده اللي معوده عندها غير بيت واحد كطيب في الجيه وفي الجيه الاخرى تقدر تنعس تبقى تصور تبقى تمونطي، ولا تلاقي راسها وسط واحد الاسره اللي هي كبيره وكلها متطلبات، هذا باغي ياكل هذا باغي يدير، وقالت وخاصك تلبسي اللبس ديال تكون العائله كلها مجموعه، خاص ضروري تكون محترمه راسك، الازواج اللي هما اللواس خاصهم ما يتجمعوش مع العيالات، اللي يكونوا العيالات مجموعات وما يخرجوا للزنقه يجلسوا حتى العيالات يسالي شقاهم. قالت زعما عندهم واحد النظام خاص، واحد النظام في شي شكل اللي هي ما تعوضتش عليه، وجا قاصح 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 بزاف، واللي زاد طين بله. قالت ليها العجوزه ديالها عيشوا معانا وفلوسكم خزنهم تتشريو شي دويره، اللي هي ما عجبهاش الحال، والزوج ديالها حتى هو ما عجبوش الحال، وقالوا ضروري خاصنا نستقروا روسنا باش نكونوا مرتاحين نفسيين، مناقص كما كنقولوا من هاد الدار اللي كتكون قبلها العذاب. كيف ما كنعرفوا الواحد ما كيرتاح غير في دارو، داك الشيء علاش قرات باش تخرج وتكري وما تبقاش عايشه مع ناسها، حيت قالت عندهم بزاف ديال عندهم بزاف ديال زعما قوانين وبزاف خاصها تلتزم داك الشيء اللي تيديروه هما، هاد الشيء حتى واحد ما يقدر عليه، وداك الشيء علاش هي كتشارك داك الشيء اللي كتدير، وكتبان لنا حتى الهضره كتهضر غير بشويه، يعني ما لقياش راحتها في الدار ديال الناس ديال الناس ديال العجوزه ديالها اللي قالت ساكنين فيها كاملين الخوت والخواتات والواس كل شيء، داك الشيء جاهم صعيب شويه لا هي لا راجلها، وحبوا يخرجوا يقلبوا على دار. قالت كنخرجوا كل نهار كنقلبوا كنقلبوا، في الاخر كيرجعوا مهدودين وما كيلقاوش، كيخرجوا ثاني الغد ليه ولحد الان باقي ما لقاوش الدار، كنتمنوا ليهم خلا داك يلقاو شي دويره، حيت الدار الحقيقه هي الامان ديال الانسان، واحد كتكوني في دارك بوحدك، اللي بغيتي ديريها ديريها، اللي ما بغيتيش ديريها ما ديريهاش، بغيتي تاكلي كولي، بغيتي تنعسي نعسي، بغيتي طيبي طيبيش، ماشي بحال الدار ما كتكون عامره، واحد القانون اللي خاصك تلتزميه وخاصك تمشي في نفس السطر. هادشي الواحد اللي كتجيه صعيبه، واكثريه الواحد كيكون عايش بوحدو وكيتناقل ديك الحياه، مازال ملي كتبدايها من الاول وكتجيك ساهله، ملي كتجي حتى الاخير وعاد تبغي تعيشي ديك العيشه كتجيك شويه صعيبه وما كتحمليهاش. الله يكون في العون ديال الجميع، وهو الجمع راه زوين وفي نفس الوقت كاين ما كتلقايش راحتك، ما فيش الراحه النفسيه. الله يصاوب الجميع، والله يخلي داك كل واحد يعطي دويره، ومع السلامة في فيديو آخر إن شاء الله.